طب ايه بعد البتاع عشان اسجل دي؟ تمام خلاص. في ثلاث اسباب الدم يتحرك في المنظومه في ثلاث اتجاهات. في ثلاثه ستيج في الكلينيكال بيكتشر بنعمله ثلاثه انفستيجيشن، والخطوات بتاعه العلاج بتاعته ثلاث خطوات. ده اسمه ايه؟ اكسترا يورال انفكشن، يعني واحد انخبط في دماغه فخر الدم. فين؟ فين؟ دماغه. ايوه انا عارف ان دماغه فين. حته دماغه يا بره يا فين؟ كويس. ايه السبب الكومن؟ ان واحد لما بيتخبط في دماغه بيخر الدم. Anterior division from posterior of middle meningeal artery. Anterior division of middle meningeal artery. Common or not our anterior division of middle meningeal artery. So here, ليه common؟ just more superficial. على نتيجة تحركات والانقسامات العضلية. يا ريت تقولوا لي لا ليه بقى common يعني anterior division. عشان لازم في البون. عشان ايه؟ لازم في البون كده. شاطر. عشان هو لو انتوا تفتكروا في الاناتومي لما كنتوا بتبصوا على البون بتاع الجمجمه تلاقي ارتري حفر العظم. الارتري اللي حفر العظم اللي هو ده انتيريور ديفيجن اوف ميديال مينينجال. طيب اوبس، هو الانتيريور ديفيجن اوف ميديال مينينجال. ميديال مينينجال اللي جاي منين؟ خلي بالكم ان احنا جوه جمجمه. سيربرال يبقى جاي من الانترنال ولا الاكسترنال؟ الانترنال. رغم ان احنا جوه جمجمه اللي جاي منين؟ الاكسترنال كاروتيد. الاكسترنال كاروتيد لو بقت يدي اثنين تيرمينال برانشز ده سوبرفيشال تيمبرال وده ماكسيلاري. يقول المجزلة اللي يطلع الميدل من هنجل عبد ويخش الاسكالب من فورم من الاسكالب. مين الفورم من اللي بيخرجها اللي يعدي منها الميدل من هنجل عبد؟ فورم سباينوزا. فورم من ايه؟ سباينوزا. ماشي فورم من سباينوزا يخش الجمجمة ويتفرع كم فرع؟ اثنين ولا ثلاثة؟ طبعا اثنين. انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. انا قلت لك استنى عليه بس حاطط فرق من بينهم. انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. مين دايما اللي بيتعور؟ انتيريور ديفيجن. ومن كتر ما هو سوبرفيشال وبيتعور دايما رحنا سميناه ذا ارتري اوف اكسترا. يعني خد اللقب. It is the artery. Of extradural hemorrhage. يمشي البوستيريو لأن ده صغير في الشهر. طب يتعور قوي. طيب. ده سبب كومن. يعني كمان واحد يتخبط في دماغه فيجيبه اكسترادورال هيمريج بيجو انجري اوف انتير ديفيجن اوف انجري اوف انتير ديفيجن اوف انتير ديفيجن اوف. طيب سبب سيريس. سيريس ان واحد يتخبط في دماغه خلت ساينس هيل اتعور. سؤال الهايت هيكونستريكت بلاد ساينس مش هيكونستريكت. الارتري بيعمل بازو كونستريكشن بازو سبازم ده فليكس هو يتعود. لكن الساينس لا. ليه؟ ما فيهوش ماسلز. ما فيهوش ماسلز. ما فيهوش ايه؟ ماسلز. طالما ما فيش ماسلز ساينس يبقى مش بتعمل بازو بس. فلو اتجعت واتعورت تفر الدم على طول ما تعملش بازو سبازم. ماشي؟ دي حاجه سيريس لان ما فيهاش ريكويل. ما تعملش ريكويل ما تعملش باسوس بس.
فالساينس بتعور نزل كتير قوي. ما ايه الكلينيكال اللي ينزل ايش بيتعمل سبب لو مش مهم قوي ان العظم هو اللي يتعور بالخور الدم. طب دي كلينيكال مش مهمة؟ اه ليه؟ والعظم بيخور الدم فين؟ في الشارع صح؟ ما بيعملش بريك كومبريشن فاهمين؟ فده يقول عليه ديبلويد هيموريج. يعني ايه ديبلويد؟ بتاع ديبلويد فين؟ الفيسلز اللي ماشيه في الديبلويد صعبت الامور اكتر. التو تيبلز بتاعت الاسكال هو الاسكال كم تيبل؟ اوتر وين وميدل وين ديبلوي اللي هو البولمر بتاعها اوتر تيبل وين تيبل وميدل تيبل. هو ده الميدل ده هو اللي تيبل بس هو ده بيخور على الشارع. سو ات از كلينيكال ان كده. انا عندي كام سبب اسمعهم كده. سبب ايه؟ سيريس كومن. سبب سيريس. سبب كلينيكال انسيجنيت. طب الدم دلوقتي بقى جوه بومبوم حركه ازاي؟ حركه فوق ادي واحده اتحرك لبره هنا يطلع بره ويعمل سبتمبرال هيماتوما او ينزل تحت الجمجمة تحت البرين. تحت البرين في حته اسمها تين توريا حته سبيس كده تحت البرين. يعني الدم يتحرك لفوق هنا دي حاجه سيريس. يتحرك هنا دي حاجه سيريس. يتحرك ينزل تحت البرين وده كلينيكال هنا. سؤال ليه الدم لما يتحرك لفوق ويعمل هيماتوما فوق يعمل كومبريشن يخلي ممكن يخلي البرين يرميت. يعمل كومبريشن يخلي البرين يرميت. يبقى لو ضغط على الموتور ايه يعمل ايه؟ الفرابس دي حاجه ايه؟ حاجه خطر. طيب يبقى لو اتحرك لفوق هيعمل ضغط على الموتور ايه فيعمل فرابس للعيان دي حاجه سيريس. طب لو اتحرك لبره ده سيف ليه؟ مش هيضغط على دوت بره الجمجمه بيعمل سب تيمبورال هيماتوما بره ما بيضغطش على البريد فدي حاجه سيئه. طب لو الدم اتحرك لتحت البريد نزل لتحت ده كلينيكالي انسيجنيفيكانت. ليه؟ حته فاضيه كده تحت البريد حته فسحه كده يجمع فيها البلاد تعمل هيماتوما تحت ما بتضغطش على حاجه خالص. فعشان كده ده كلينيكالي انسيجنيفيكانت. يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث اسباب ثلاث اتجاهات. خلوا بالكم موضوع الاكستراديورال هيموريدج ده موضوع مهم قوي. حاله لونج سؤال ريتم لجنه اورا. هنخش على الكلينيكال بيتش. دلوقتي احنا واقفين في الاستقبال وجالنا عيان حادثه ومغمى عليه. اول سؤال بساله هو العيان ده مغمى عليه يعني مرحله اسمها ايه؟ كونكشن. وريني كونكشن ارتجاج المخ. وارتجاج المخ بيخلي الواحد يغمى عليه صح؟ هيبقى هنا في سؤال ليه العيان اللي بيتخبط في دماغه بيغمى عليه؟ نعم برين انسلت. ايه برين انسلت؟ واولاد مين اللي مخليكوا اراوزد دلوقتي؟ الريتيكولا فورميشن صح؟ امال لما الريتيكولا فورميشن تتضرب العيان يحصل له ايه؟ يغمى عليه. يبقى انت خلي بالك وانت داخل على العيان
انت عارف ان العين مغمى عليه وانت فاهم ليه؟ لان الريتيكولار فورميشن مضروبه. ادي اول سؤال. السؤال اللي بعد، انا دلوقتي هعمل ايه مع العين؟ اول حاجه هتعملها العين ايه؟ هذا فايتال العين، ابص على الفايتال ده صح؟ تخيل احنا واقفين في الاستقبال وقلنا عين هتشوفها كتير قوي السنه الجايه وانت في فانا دلوقتي هعمل ايه اول حاجه؟ الفايتال العين. ايه رايكم يا اولاد؟ انتم متوقعين العين ده لما تيجي الفايتال يبقى الفايتال ده عنده عاليه ولا واطيه؟ على حسب الستيج اللي هو طبعا العين بيبقى عنده كل حاجه واطيه. البالس رابد ويك بالس تمبريتشر ساب نورم بلاد بريشر هايبوتنشن الماسك ريلاكس السفنكترز مفتوحه وجايب يورين وسكوت يبقى البالس والبلاد بريشر والتمبريتشر والريسبيريشن شالو ريسبيريشن يعني كل حاجه عند العيان ده واطيه من غير ما مد ايدي على العيان عارف العيان ده فين ما عدا حاجة واحدة نورمال اللي هي البيوبل. البيوبل الحاجة الوحيدة اللي بتبقى نورمال ورياكتف. سؤال ليه؟ الميكانيزم بتاع افكشن البيوبل في النت نورمال معتمد على كومبريشن بتاع الحتة بتاعت السنترال هرنيشن حتى بتاعت الانكل هرنيشن بدايتها لو ما حصلش ده مش هيحصل افكشن للبيوبل ده الميكانيزم بتاعها يا ابني اللي انت عم تقوله انا بسال البيوبل شغاله ليه؟ علشان الاوكيولو موتر ما حصلوش اي مشكله ما حصلوش كومبريشن بس ما حصلوش مشكله يبقى العيان صح ولا ميت؟ صح؟ طب لو هو اثر البيوبل وبقى البايليت فيكس البيوبل يبقى العيان ده ايه؟ ايه اللي موت العيان بقى؟ وصفت كام الاكس راديون هنا؟ 136 هو السنتر يا اولاد بتاع الاوكيلو موتور فيه برينستن والبرينستن في فايتال في فايتال سنتر اذا طالما العيان البرين ستيم سليم يبقى العين صاحب ما ماتش لان لو في برين ستيم دس يبقى العين دمت اذا كل الفايتال ساينز عندي كلها قليله بلس وبلاد بريشر وتمبريتشر وريسبيريشن ومسلز وسفنكترز كل حاجه ما عدا البيوبل لان البرين ستيم سليم طالما البرين ستيم سليم فالبيوبل سليمه لان السنتر بتاعه في البرين ستيم لان لو البرين ستيم مات يبقى العين مات لان هو في فايتال سنتر برينستين في بايتر سنتر ريسبيرات وكارديو فاسكولار سنتر ما كلهم مع بعض في نفس المكان ده معناه ان البيوبل شغاله يبقى البرينستين شغاله طالما البرينستين شغال يبقى العيان صاحي العيان ما ماتش عشان كده انا بقول لك ان العيان بيخر الدم فهو العيان شو فرحة بايتر هلاقي كل البايتر ده طب ليه؟ ما عدا مين؟ البيوبل مش معنى البيوبل رياكتف ليه؟ لان البرينستين ما تاثرش لان لو البرينستين اتاثر العيان فيش بريتش دي ام كاش مش بيقول اول عيان عنده بلس ريشر قليل والبلس اوت دي ريفرس بالفالز والريسبيريشن شالو ريسبيريشن تمبريتش صار نورمال تمبريتش والسفنكترز مفتوحه والمصر ريلاكس كل ده شوك ما عدا البيوبل اشمعنى لان البريستيم شغال لو لقيت البيوبل ايه رياكتور خلاص يبقى عندك طيب يبقى اول مرحله ولا تسمع مرحله الايه؟ الكونكشن انا فهمت ليه العيان مغمى عليه توقعت قبل ما احط ايدي عليه الساينز هتبقى عامله ازاي دلوقتي انا هاخد قرار هعمل ايه مع العيان ده؟ احجزه ولا همشيه؟ احجزه شاطر احجزه قد ايه؟ 48 ساعة تحت الملاحظة ليه؟ عشان ما يخشش في المرحلة بتاعة اليوسد انترفل ايه بقى قصة اليوسد انترفل؟ خدتوها في الشهر هفكركم بيه دلوقتي لو واحد خبط في دماغه وتعور الميدل من انجن ارتري
فتخرج من ميدل ميجر ارتري فحصل فازوسبازم ريفلكس، فجالك المستشفى اديته محاليل فبدا الضغط ايه يعلى تاني. اول ما الضغط يعلى يعمل ايه في الارتري؟ يفتح الارتري، فالعيان يبتدي ينزف تاني. يعني العيان جالك بوم من عليه اديته محاليل ضغطه عالي بدا يفوق، فالارتري بدا يفتح تاني وبدا يخر تاني، فالعيان ايه هيغمى عليه تاني. عشان كده لازم احط العيان عندي قد ايه؟ 48 ساعة تحت الملاحظة. عدى من 48 ساعة يبقى مش هيخش في اليوزر اندرشن. فاق واغمن عليه؟ لا، العيان هيتفتح اون سبوت دلوقتي لان هو العيان ده عنده ميدل مننجر ارتري. يبقى القرار اللي انا هاخده هعمل ايه؟ احط العيان تحت الملاحظة 48 ساعة عشان ايه؟ يوزر اندرشن. سؤال بقى يا اولاد، هو اليوزر اندرشن دي تحصل في حالة الميدل مننجر ارتري وحالة البلاد سايلنس ولا ما تحصلش في سايلنس؟ تحصلش في سايلنس. ليه؟ يعني سايلنس ما فيهاش بازو كونستريكشن اصلا، مش سايلين فيهاش بازو كونستريكشن. يبقى اليوزد انترفال بس تحصل فين؟ في الميدل مننجر ارتش. طيب هنفترض ان العيان ده اديته محاليل فبدا يخر الدم جامد قوي وبدات الجمجمه تتملي دم وبدا يضغط على البرين، كده احنا دخلنا في مرحله الايه؟ الكومبريشن. كده احنا عندنا كونكشن يوسف انترفال وصلنا للكومبريشن. نعرف ازاي اولاد ان العيان دخل في مرحله الكومبريشن؟ اول حاجه ساينز اوف انكريز انتراكرينيال تنشن، اللي هم مين بقى؟ الهيميك والبروجكتايل فوميتنج صح؟ كلورينج اوف فيجن. هو الهيريك يا ولادي اسالك كده، الهيريك ده بيبقى مميز بايه؟ بيرستنج. يعني تحس ان دماغه هتنفجر. يقول لك الهيريك ده انا عمري ما حسيت بيه قبل كده. هيريك نوت اكسبيرينس باي ذا بيشنت بيفور not responding to simple analgesics. طبعا عم يبقى دراوزي وعنده depression. بعد ما الدم يكتر شويه كده ولاد في الجمجمه يبتدي يعمل localizing symptom. يعني ايه localizing symptom؟ يعني يبتدي لو هو على الناحية اليمين الهيماتوما يبان الريتيشن الناحية الثانية. موتور في الأول بيبقى الريتيشن، يعني الهيماتوما عمالة تعمل الريتيشن للخلايا، فالعيان يجي له الأول إيه؟ يجي له فيتس الأول ستيميوليشن فيتس فولود باي ديبريشن أند باراليسيس. يعني دلوقتي اللوكاليزنج سيمتوم موتور على الأوبوزيت سايد، مرحلتين ستيميوليشن فولود باي ديبريشن. ستيميوليشن يعني العيان يجي له ايه؟ فيتس. بعدين يجي له ايه؟ هيميبليجيا افرنس. ده الموتور. طب الاوكلو موتور لوكالايزنج سيمتوم اوكلو موتور بتبقى في السيم سايد. اولاد اشمعنى السيم سايد؟ ليه؟ لان الاوكلو موتور فايبر بتكروس ولا مش بتكروس؟ مش بتكروس، اتس لاتر. بس في الليف كونديشن بتبقى بايلاتر. في الاخر خالص اولاد في المرحله الاخيره من الكومبريشن العين يجي له دي سيريبريت ريجيديتي والبرين هيرنيشن. البرين عمال يضغط عليه يضغط عليه، هيرنيت بقى. هيرنيت منين؟ برين هيرنيشن او يقول عليه كونايزيشن. فالعين يجي له دي سيريبريت ريجيديتي. يعني ايه دي سيريبريت ريجيديتي؟ اسمه الفشل خالص بقى. يبقى انا عندي كم مرحله عدى بيهم العيان ده؟ ثلاثه. ستيج اوف كونكشن، ستيج اوف يوزر انترفال، ستيج اوف كونكشن. في كم سبب يا اولاد البرين؟ ثلاث اسباب. سبب كومن، سبب سيريوس، سبب كلينيكال انسيجنيفيكال يا فريندز.
سبب ايه؟ كومن، سبب سيريس، سبب كلينيكال انسيدنت. مين الكومن؟ ميديكال. مين السيريس؟ سايكل. ولا سبب غير مالي كلينيكال سيجنفيكال؟ ثلاث اسباب، ثلاث اتجاهات. فوق لتحت البر. فوق فوق سيريس. سيريس بره سيريس تحت كلينيكال انسيدنت. كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. stage of concussion، stage of use of intervals، stage of conversion. هنعمل ايه العيال ده ولاد؟ ايه الانفستيجيشن؟ العيال بتلعب عشان بيشنت تروما. انا فهمت يعني بيشنت تروما، يعني بيعملوا كده ليه؟ عشان هو بيشنت تروما ولا عشان ايه؟ اللي عنده احتمال يخش في عمليات مش كده؟ احتمال يخش العمليات، عشان هيخش العمليات لازم ايه؟ عامل علاج. وصلت؟ لان هيخش العمليات تمام؟ ان انا احتاج نقل دم، ان انا احتاج اعرف ليفر فانكشن كده فانكشن عشان التخدير، واخد بالك؟ بليدنج تايم. الكلام ده مهم عشان هيخش العمليه. طيب بعدين يا ولاد احنا بنتعامل مع العيال ده ازاي؟ بنعمل له برايمري سيرفي. طبعا حاطين برايمري سيرفي صح؟ يعني ايه برايمري سيرفي؟ A B C D C D صح؟ ده في مكان الحادث. طب لما يروح المستشفى؟ لما يروح المستشفى بنعمل له برايمري سيرفي A B C D وبعدين سيكندري سيرفي. يعني ايه بقى سيكندري سيرفي؟ بنفحص العيان من الساس والراس. ادي واحد من الساس والراس. ادي واحد. ايه تاني يا ولاد؟ الادجنكس بتاعت السيكندري لاين وكاسيتر وفلويد صح كده؟ وايه كمان يا ولاد؟ ليست اوف انفستيجيشنز اللي هي ايه؟ السي تي. اللي هو اسمه ايه بقى؟ امبل. قولوا لي امبل ده حصل ليه؟ الرجي ميديكيشن. هل بياخد ادويه ولا لا؟ هيخش عمليات فلازم اعرف هو بياخد ميديكيشن يمكن بياخد مخدرات ولا حاجه او مورفين عشان اعرف جرعه المنجا قد ايه؟ اي ام بي بي باس هيس مش كده؟ طيب عنده يعني ميديكال ديزيز ولا لا؟ ليفر ديزيز، رينال ديزيز. لاست مين؟ ال لاست مين لاست مين؟ لاست مين؟ طيب ايه؟
ايفنتس ليد ايفنتس الايفنتس بتاع الحادثه. يعني افرض واحد مثلا اتخبط بعربيه من لاكي صغيره، احتمال يبقى الكسر فين؟ في الحوض. واحد دخل فيه عربيه نقل كبيره كله متدغدغ، يبقى انت شكل الايفنت ممكن تديك فكره عن الايه التروما اللي عند العين. طيب هندخل عندنا عمليات، واحد عنده هيماتوما لو وقفت البيدنج في البرين ممكن نعمل دي كومبريشن، نعمل دي كومبريشن في البرين دخلوا عمليات طبعا مش هتسيب الهيماتوما كده يعني جوه، يعني كم جيل جديد مثلا طبعا الهيماتوما ايه فتت سقف. شكرا عليك. هفتح العين، هفتح العين ازاي بقى؟ بص خطوات العمليه، اول حاجه هحلق للعيان زلبطها خالص. هعمل ايه؟ هحلق للعيان زلبطها خالص، وبعدين هفتح هنا كوتشر مارك انسيجن. هفتح ايه؟ كوتشر مارك انسيجن. بعدين بعد ما افتح كوتشر مارك هنزل الفلاب، هنزل بقى الفلاب عشان افتح كوتشر مارك نزل فيلم. هلاقي ايه؟ هلاقي البون على طول كده. في مصر هنا اسمها ايه مصر؟ فبرايلس. عامل كده ايه؟ هفتحها مصر كاتنج ولا مصر سبليتنج؟ سبليتنج. مصل ايه؟ سبليتنج. ليه مش كاتنج؟ عشان انا منتدون الفايبرز. اه ده خير. لان الكاتنج ده هيخلي فيه بليدنج اكتر والهيلنج اصعب. فانا عندي الفايبرز كده هعمل فيها ايه؟ مصل سبليتنج. يبقى انا حلقت العيان ضربتها خالص. فتحت كوتشر مارك انسيجن. لقيت المصل اللي هي تمبوراليس فتحتها سبليتنج. بعدين بعد المصل في ايه؟ البون بقى. البون بقى. طيب هنعمل ايه في البون؟ هنقطن من البون. اربع تخرام. ده اسمه بيجر هول. اربع تخرام. خرم اثنين ثلاثة اربعة. بعدين اوصلهم ببعض. بعد ما اوصلهم ببعض اشيل بقى حتة العظمة دي. اطلعها. يبقى انا عملت ايه في الجمجمة؟ الشباك ده اسمه بون ايه؟ بون ويندو. كتوه في الشرعي؟ ايوه. بنفتح بون ايه؟ بون ويندو. طيب بعد ما فتحنا البون ويندو هنلاقي وانا في موضوع اسمه ايه؟ يعني الهيماتوما فين؟ بره. يعني انا هلاقي مين دلوقتي؟ الهيماتوما. يلا يا جماعه هعمل في الهيماتوما ايه؟ هشفطها ازاي وايه يا نشا؟ كونسوليديتد اقشر الهيماتوما. اقشر الهيماتوما ازاي؟ اقشر كده كده الهيماتوما كونسوليديتد. يا ولاد حط عليها شويه ميه، حط عليها صلايب ودوب طريها. برافو عليك. بعد ما تطريها تعمل ايه؟ حط الشاليمو واشفط الايه؟ الهيماتوما كويس. دوبناها وحطينا الشاليمو وشفطنا. بعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ شوف هرجع اشوف الحاجه اللي بتخر. طب افرض طلع ميد برينج الارض هنسكره ازاي؟ تمام. سكره ازاي؟ ها؟ يا توتالي يا كوين يا دبسو يا خيط. افرض مش عايز يوقف بليدين، حط عليه شمعه، شمعه. طيب افرض لقيت بلاد ساينس هي اللي بتخر الدم، هعمل فيها ايه؟ خيط. البلاد ساينس دي ما فيهاش مصر، فهي فايبر ستيشن. افرض انت عملت فيها عماله تمزع منك مش عايزه تتلم، هعمل ايه ده؟
تلبسها يا سلام. ما بينفعش فيها الشمس. طب هي عماله خايله فيها وعماله تنفع، يبقى حط لها ايه؟ جرافت. حط لها جرافت كده؟ حط جرافت وخايله. جرافت دي هتبقى ايه؟ ما حدش يقول لي شورا ولا صافي. ها؟ اوريكلا؟ لا انا ما قلت لا مش انا قلتها. شو الرقعة انا خدها منين؟ كلاب بقى من اي حتة؟ خد من اي حتة عايزها. مش انا فاتح اولاد المصل سبليتنج؟ بتاخد منها شريحة. شريحة من المصل التمبوراليس اللي انت فاتحها وحطها على السايموس وخيط تقفل تقفل. يبقى الرقعة هاخدها منين؟ من التمبوراليس. ماشي؟ طيب افرض لقيت العظم هو اللي كان بيطول. هعمل ايه؟ العظم هو اللي بيخد. هعمل ايه؟ شمع العظم يوقف البليف. حط بون واكس. حط ايه؟ بون واكس. شمع برافيما. خلاص خلاص شمعيه كده تعمل حساسيه هيك كده تسال على جد. انا عايز اقول لك تسال. في مشكله اولاد في الاكسترا فيور يا حمار. انت هتلاقيه بيتجمع كل ورا تريتمنت اوف هيتروما. عرفت اولاد ثلاث اسباب، ثلاث جهات للدم، ثلاثه كلينيكال ليكتشر، ثلاثه انفستيجيشن، ثلاث طبقات التريتمنت. حد عنده اي سؤال في الاكسترا ديورا هيمورج؟ حط بالبون بيقفل عادي. ما بيحصلش حاجه. خايفة؟ لا ما تخافيش. انا عندي سؤال. عندك سؤال؟ اسال يا حبيب قلبي. مش انا باخد ميديكال جراف من المصل؟ باخد ايه؟ ميديكال جراف من المصل. باخد شريحه باجي كده بالمشرط واجي على العضله وش العضله. مش انا هقفل البون؟ هقفل البون. طب مش ده يعني ميكانيكال كده يبوظ ال انا لسه قلت لها لا ما تخافيش تلف وبيعمل كومبريشن على فكره. انت كنت نايم بس. طب نفس السؤال. الدم هيطلع لفوق. طب لو طلع لفوق دي حاجه سيريس. ليه؟ هيبقى تعمله ايه؟ طب لو عينا على جنبه كده والدم جمع هنا وخرج بره الفوق يعمل سبتين بره الهيماتوم. دي حاجه سيريس. تحت التمر المفروض تحت التمر في برايه مصر. يعني لو العظمه اتكسرت والبلد خرج احسن. لو ما اتكسرتش ممكن يبقى جوه البريك ويضغط على البريك يعمل كومبريشن برضه عادي. خلوا بالكم يا اولاد شوفوا هنا سؤال جميل. انت قلت لي انت بتقفل الاكتيف ديفيجن اوف ميدل ميجر ارت. البريك مش عايز يقف. طب انت ممكن تقفل الميدل ميجر ارت نفسه؟ طب البليدنج مش عايز يقف. ارجع للمكزيلر. البليدنج مش عايز يقف. ارجع للاكسترنال كاروت. يا نهار اسود يعني ممكن اقفل الاكسترنال كاروت نفسه؟ في بعض الحالات اللي قابلنا كده. طب العيان بيفضل البلاد سيركيليشن شغال؟ ما في كولاترز. الاكسترنال كاروت الناحيه الثانيه بيبتدي يبعت الكولاترز وبتفتح ويشتغل عادي جدا مفيش مشاكل. في مشكلة أولاد في الإكسترا ديورال هيموريج؟ حد عنده أي سؤال؟ موضوع مهم. طيب الموضوع اللي بعده سب ديورال هيموريج. سؤال بقى يا أولاد. هو إيه الفرق بين إكسترا ديورال هيموريج
والسب ديورال هيمورج. شوف 15 سنة بدرس وأنا نيوروسيرجن أول مرة في حياتي أعرف إن السب ديورال هيمرج ممكن يبقى من سبب تروما. يعني أنت برينت أنت اسمك إيه يا مهند؟ أنت برينت يا مهند. يا أولاد السب ديورال هيمرج محتاج تروما وتروما عنيفة عشان يحصل سب ديورال هيمرج. ما في سب ديورال هيمرج كده من غير تروما. سمعتوا مهند بيقول ايه؟ قال لك ان انت محتاج تروما في الاكسترا ديورال لكن السب ديورال مش محتاج اي تروما. طبعا اول فرق ان التروما في السب ديورال لازم تبقى تروما وتروما ايه؟ عنيفه جدا. فاهمين يا اولاد؟ دي اول فرق يا برنس. قول لي فرق كمان. قلت انت بتقول درة ها؟ هنا السب ديورال بيبقى فينا الساينس اللي بتتعور عشان كده فيها اليوسد انترفل في السب ديورال ولا مفيش؟ مفيش يوسد انترفل. مفيش يوسد انترفل في السب ديورال لان الساينس هي اللي بتتعور مش ارتر اللي بتتعور السب ديورال. كده انا عرفت فرق في السبب مين اللي بيتعور. فرق كمان يعني ده مفهوش روسي انترفل اوكي. طب هنا اولاد لما اجي اعمل انفستيجيشن الهيماتوما هيبقى عامل ازاي؟ كريسنت الهيماتوما تحت الديوره كريسنت شيب. عندكم الفروقات كلها مكتوبه ايه بس خليكم معايا الاول سيبوا تجوز كريسنت شيب. طيب فرق كمان الاثنين مهمين الاثنين مهمين بس انت عايز تقول لي ان مين اخطر؟ بس انا واحد بيتلاقي مثلا سب ديورال ولا الاكسترا ديورال مين اخطر؟ سب ديورال. ليه؟ لان البليدنج تحت الديورا بيبقى ماسيف وديفيوز فيبقى جنراليز هيماتوما فدي اخطر بكتير. طيب البروجنوزس قبل البروجنوزس ليكي برايمري سيرفي برايمري سيرفي سكند سيرفي عادي نفس الحاجه نفس الكلام بس بفتح الديورا. تعالى بقى نتكلم في العمليه بفتح الديورا بالظبط بحلق اللي عندي غلطه خالص بفتح كوتشر مارك بفتح تيمبوريال سبليتنج بفتح البون بفتح الديورا وما الاقي ايه تحت البون؟ الاقي هيماتوما ولا الاقي ديورا؟ ديورا شكلها ايه؟ بلجنج وبلوش وتنس بلجنج وبلوش وتنس تحتيها ايه؟ هيماتوما. وما افتح الديورا لقيت الهيماتوما اعمل فيها ايه؟ لقيت الهيماتوما ايوه اطريها احط عليها شويه ميه وادوبها وايه؟ واسقط واقفل البليدر. حلو الكلام؟ كويس. بروجنوزس مين اولاد البروجنوزس اوحش؟ اكيد السب ديورال. بروجنوزس يقول لك المورتاليتي ريت في السب ديورال هيموريج 50% يعني كل اثنين عيانين داخلين بسب ديورال هيموريج واحد يتعالج ويخرج والثاني ايه؟ يتعالج ويخرج برضه بس ايه؟ تمام. عايز تبص على الجدول كده للكتابة يا ولاد؟ كبواتك كتير قوي يا معلم. مش انت قلت بتاع زي المرة اللي فاتت وعمال تجاوب عليا وتلدعني اجابات صح؟ عادي ما انا لما اجاوب 10 مرات واحدة تطلع. ايه العلاج بتاع الديورا يعني؟
صبغه ركنول زي مش ده اللي تاخدوها في البطن كرونيك سابيورال هيموريدج. اكتبوا على الكرونيك سابيورال هيموريدج قصه جدو الخامولجي. قصة جدو الخمول اللي حصل ايه بقى؟ جدو بيشرب خمرة. هي الخمرة بتعمل ايه النافوخ؟ كورتيكال انهيبيشن. بتعمل كورتيكال انهيبيشن. بتعمل كورتيكال انهيبيشن. ماشي. بتعمل ايه في البرين سيلز؟ ديهايدريشن. بتعمل شرينكج. فالمخ بيحصل له ايه؟ بيصغر. طب يبقى المخ بتاع جده حجمه بيصغر مقارنه لحجم الايه؟ الجنجم. فيطلع الواد حكيم جده فوق دماغ جده ويمسك دماغ جده كده ويقول له جده جده جده. حلو؟ فاحنا بنزعل الواد وبننزله من على دماغ جده. وبعدين بننسى ايه؟ تاني؟ جده بيشرب خمره. الخمره الالكول بياكل الاورجانيزمز اللي جوه الخلايا فبيعمل شرينكج للسيتوبلازم فالخلايا بتظهر. فالبرين كله بيظهر. هو ده اللي موجود. فحجم المخ مقارنه بالجمجمه بيبقى ايه؟ صغير. وبعدين يطلع حبيب جده فوق دماغ جده ويعمل ايه؟ يمسك دماغ جده ويقول له ايه؟ جده جده جده. حلو؟ احنا بنعمل ايه في اللحظه دي؟ بنزعل الواد. انا قطعت عليكم الحديث انا عارف معلش. بنزعل الواد وننزله من على دماغ جده. حلو كده؟ وننسى الموضوع. بعد شويه جده هيجي يقول لك كده. مش انت الدكتور؟ هيجي يقول لك كده. انا حاسس ان انا عندي صداع. فانت هتقول له عادي يا جده. خدنا في الكليه اللي بيبقى عنده صداع بنديله ايه؟ اسبرين. الله. فاول ما نديله اسبرين ده يسرع الايه؟ البليدنج. فين اتقطع وبيخر بالراحه واش يا واش. ليه؟ لان الضغط جوه الفين عالي ولا واطي؟ واطي. فالبليدنج بالراحه. قال لك انا عندي ضعف اديته ايه؟ اسبرينه. فده عمل ايه؟ سرع البليدنج شويه. حلو؟ بعد شويه جيت له قال ايه؟ انا حاسس ان انا معدتي مش مظبوطه وكل شويه برجع. فانت بتقول له ايه؟ عادي يا جدو. خدنا في الكليه اللي بيرجع بنديله ايه؟ انتي ايميتك بريمبرين انتي ايميتك. شويه جدو رجع قال ايه؟ قال لك ايه؟ انا حاسس ان عيني مزغلله شويه. فهتقول له ايه؟ عادي يا جدو. خدنا في الكليه اللي بيعني مزغلله شويه بنعمل له ايه؟ نضاره. لبسه نضاره. وعدى عليه ثلاث كلمات. هيدك فوميتنج فلورينج فيجن. بعد شويه جده ايه؟ لا ما ماتش لسه. ده لسه جده اتشل. اتشل ليه؟ لان عدى عليه ثلاثه لوكالايزنج سيمبتوم. ثلاثه سايز اوف انكريز انتراكريم. اصل البين اتقطع وبدا يخر ايه؟ وش يا وش بالراحه. مشكله العيان ده ان الهيستوري اوف تروما از هيستوري اوف تروما از مش
الواد طلع فوق دماغ جده قال له جده وجده وجده زعقنا الواد ونزل من على دماغ جده ولا نسيت الموضوع والواد نسي الموضوع وجده نسي الموضوع ومصر كلها نسيت الموضوع اذا الهيستوري اوف تروما از ميست ساعتها بقى لما جده يتشال هنجيب الدكتور اللي بحقه الحقيقي يطلب ايه؟ سيتي هاي نلاقي عنده جده ايه؟ تريسن شيل هيماتوما نقوم نعمل ايه؟ ندخله اوضه العمليات ونعمل له العمليه ونفضل منه لا الشلل خلاص هو النيورون اللي بيبوظ يرجع تاني ده عيب شغلانتنا ان هي ما هياش كورونيشن والعيانين عشان تفهمين الحكايه دي يفتكرك ان انت ما بتفهمش حاجه يقول الواحد يروح لواحد تاني يقول له نفس الكلام يقول ده حمار وده احمر ده يقول ده واحد تاني هو عينين يورو كده يعني تعودنا منه واحد المهم فهمتوا الحته بتاعت الكورونا بتاعت دوري هنا مش نعم اصل مش لازم كل حاجه تحصل يعني مش شرط مش شرط اصل بابليديما دي حاجه ليه على فكره حاجه ليه ما هياش حاجه يغني يعني هاتوا بقى ايه نقول لها الاكسترا بيورا بس اكتر بيورا بكتور يبقى الفولت عليه كلمتين فيشا فراكشر ودي بريست فراكشر في كومباوند الفيشا فراكشر يعني شرخ يعني شرخ طب هو الشرخ ده ولادي
يعتبر حاجة فطرة؟ ممكن يتكسر بالنسبة للي هو فيشل فراكشن ده حاجة خطرة طبعا لا بص يا ولا انت عندك ثقة في الإجابة مش طبعا طبعا مش حاجة خطرة ليه يا ولاد كده كده واحيانا بيبقى استليت عليه احيانا بيبقى استليت مش شرط يبقى ليه بس طب سؤال يا اولاد هو امتى العين يبقى عنده فيشر فراكشر وانا ما اعرفش اشخصه لما مع سوتشر شاطر لو فيشر جه على سوتشر هو مين اللي اناتوميكال سوتشر هو فيشر مش فاكر لا تصرف جدا شاطر طيب لو فيشر جه على سوتشر ده يبقى صعب تشخيصه طيب هتعملوا الانفستيجيشن ايه العيان ده واحد جاي بيشكوا في الموضوع سري طب انت هتفتح دماغ العيان ده لا افرض ان زمان العيان لازم تفتح هو اللي معطل افتحه يا باشا هو اللي معطل حلو ليه بقى ايه الهدف يعني والزمن بيدور عليه اسوشيتد ميجري شارج يبقى نورمالي انا بعمل اوكي طبعا انا بعمل التهاب باين لي كل حاجه بس هو قلت قال لك انا شايف الشد افتح دماغ العيال ولا لا هدور انا مش كده نشوف في اسوشيتد انجري لو في اسوشيتد انجري افتح دماغ العيال ما فيش اسوشيتد انجري ده سيلف ليميت اوكي طيب انفستيجيشن اوف تشويس از ايه الكوميونيكيشن اولاد اللي ممكن تحصل ولا خليها جايه بعد الدبلس طيب لان هو كوميونيكيشن واحده بعد الدبلس طيب الدبلس فراكشر الدبلس فراكشر ده يعني ايه دبلس العضو فات على دخل حته من الجمجمه اتكسرت دخلت لجوه ورشقت في البرين نزلت في البرين ده منه كام تايبس اثنين يو ايه اوبن وكلوز اوبن وكلوز اسحب اوبن وين اوبن وكلوز ده بريست فراكشر ده اوبن وكلوز عايز اسم تاني للاوبن واسم تاني للكلوز اوبن ده بريست فراكشر سيف وكلوز ده بريست فراكشر الاوبن ده ايه سمبل كومباوند والكلوز سمبل ايه الفرق بينهم الجلد جلد مقطوع ولا لا؟ جلد مقطوع ولا لا؟ السكان تمام سكان مقطوع ولا لا؟ يبقى سيمبل وكومباوند الفرق بينهم سكان سكان مقطوع بقى كومباوند سكان مش مقطوع بقى سيمبل في اولاد دبريست فراكشر وفي كوميونيوتد دبريست فراكشر يعني كوميونيوتد يعني حتة العظمة اللي وقعت في الجمجمة في الليبرين اتدلدلت من كده ده اسمه كوميونيوتد دبريست فراكشر طيب الفيشر فراكشر حاجة فطرة ولا لا؟ ولا لا؟ طب الدبريست فراكشر ليه فطرة؟ عشان في كومبريشن كومبريشن على البرين وكمان انفكشن وكمان ديورال ديرج وكمان هيمورج وكمان اسوشيتد انجري اكتر بكتير يعني دي كومبليكيشن اكتر طبعا علاج العيانين دول اولاد هو ده هو ده علاج البولي تروماتايز ديفيجن ده علاج البولي تروماتايز ديفيجن اي بي سي دي في مكان الحادثه اي بي سي دي في المستشفى وسكندري سيرفيس يعني علاجهم كلهم واحد اللي هو ده طيب كده انا عرفت فيشر وديبريست فراكشر
الكوميونيكيشن بتاعتكم اولاد طبعا يورال تيرو انفيكشن ديليبس كده ولا نفس ديليبس يعني يا انا عامل الكلاست البيت فاكشر دي ديليبس دارك تروما البريد دي تعمل ايه يعني تعمل فوكس فتعمل فوكس فوكس تمام ممكن تعمل كوزميتك ديسفيجرمنت يعني نفرض واحد حته اتكسرت ورشق في البريد ده كوزميتيكالي ديسفيجرمنت مش كده طيب هنفترض بقى اولاد ان الليبريست فراكشر ده حصل في الاطفال بسيبه كونزرفاتيف نسميه ايه ده بوند فراكشر ده كلوزد فراكشر كلوزد فراكشر بوند فراكشر شايفين المربع المشمشي ده عندكم بوند فراكشر 19 يعني ايه بقى بوند فراكشر اني بوند تلك انتوا عارفين اولاد الصعايده اللي يقعدوا يلعبوا مع بعض بالايه بالنبوت فلو في واحد من الصعايده الكبار نبوت فراق صعيدي تاني ديبريسنت نبوت لكن الصعايده الصغيرين بيلعبوا مع بعض بالشواتيش على قدهم صغنطاطيش فتلاقي ولد حسنين وولد محمدين بيلعبوا مع بعض بالشواتيش فتلاقي ولد محمدين ضرب ولد حسنين فدماغه اتكسر ولا بتتعود؟ تعود اصل الصعايده الصغيرين راسهم طريه لكن الصعايده الكبار راسهم ناشفه الراس الناشفه تتكسر لكن الصغير راسه بتتعود بس 29 طب لما الراس تتعود يا ولاد تلاقي دماغه متطبقه كده وهو جاي لك الاستقبال ودماغه متطبقه انت ناوي تعمل معاه ايه ده؟ لو فيش اسيشن انجري هسيبها لوحدها طب والحتة المطبقة هيحصل فيها ايه؟ هتطلع البرين هيكبر وهيزقها لبره كل لما العيل يكبر كل لما راسه ايه؟ تكبر وتنفش فالحتة دي المطبقة دي تتفرق عارفين زي كورة البينج بونج عارفين كورة البينج بونج لما بتطبق بتعمل فيها ايه؟ هتطبقها سخنة تقوم ايه؟ تنفش وترجع تاني نفس الفكرة دماغ الولد لا مش هتطبع زخنة قصدي يعني كل ما هتفضل ايه افرض الاكزامنر قال لك لا لازم افتح دماغ العيال بما اكيد السي تي طلع ايه في حاجه اسوشيت الانجري تمام طيب يعني امتى افتح دماغ العيال ده واصلحه لو في اسوشيت الانجري ادي واحد وايه كمان لو الدبريست الفراكشر دي لو في بليدنج ديب او لارج اريا او لارج او ديب فرانتال اريا ليه اولاد لو لارج او فرانتال اريا بفتحها لو هنا كوزماتيك عشان السايكيك تروما خلي بالك العيال الصغيره دي اصلا ما بتفتحش صح تخيل لو اصحابه لقوا عنده الحته دي ديبريس كده لجوه هيدوسوا كمان هينشنوا عليها هينشن عليها حته منشن عليها فاهمين فالعيال الصغيرة بتنهب يبقى إذا لو هو لارج ديفيك أو فرانتا الإيريا لازم إيه؟ لازم أفتحها أو لو في أسوشيت الإنجري وصلت؟ ده اسمه بوند إيه؟ بوند فراكشر ده بيحصل في الأطفال كده لو قلت فيشا فراكشر وجبريست فراكشر وبوند فراكشر طب سؤال يا ولاد هو لو كلاس جبريست فراكشر ده حتة وقع كده في البوند صلحها إزاي؟ لا حسب لو مكسره او لا مش مكسره اشيلها ورجعها مكانها اشيلها ازاي
ما انا هفتح بنفس عمليه اللي هي السكوت هفتح ايه مكان مفتوح ماشي ما انا هفتح الجلد عشان اخدها اطلعها بره الجلد مفتوح اي حاجه مقفوله افتح اطلعها ازاي من البريم وارجعها مكانها تاني واثبتها ازاي عارفين فكره العربيه لما تبقى مفتوحه شفت ان الشوط بنردها صح لما الصاج يبقى مفتوح بنرده صح نفس الفكره بنخش السلكه من البون سليم ونزق البون لبره ونطلع تاني على الصف ده غرزه ونحط عليه بون واكس مش غرز غرز ازاي في العرض نحط عليها بون واكس بون تثبتها في مكانها تاني عرفتوا برجع ازاي؟ بركب سلكه وايه؟ اقوم مطلعها كده ونطلع مكانها تاني واقوم ايه؟ لازقها في بون واكس ممكن لو ممكن تنضف كده لو في انشارة عظم هنضف هي اسمها انشارة عظم طيب كسرها حط جراف كده احنا قلنا فراكشر بولت سواء فيشر فراكشر او ديبريس فراكشر تعالوا بقى نحط لو كوميونيوتد باخدها بره اشيلها وبحط جراف نزيد لا في قصه ثانيه باخد العظم المكسر كله بحطه على طبق بحط عليه بول واكس واجمعه لو ما كفتش الديفكت باخد شريحه من الاليا بول فون شيبسي من الاليا بول واحطها عليها القصه يعني مش عليه كله حطهم هذا ميتاليك جرافت حطوا الميتاليك جرافت او جرافت من الايه لا في الفنراون تقريبا انا بتسمي جرافت تقريبا جرافت العطس منين تيتانيوم تقريبا بحط يعني تفتح حته ثانيه لا هحط تقريبا تيتانيوم مكان العظم متكسر سنسيتيك جرافت لا تعالوا نتكلم عن فراكشر بيز وطريق طب والبلد هنا
الماستويد بروسس دي. حتى بيعمل ساين اسمها فاتل ساين. وكلينا نرجع بتعوره سيرت الكاس. طيب لو بصير كلينا فوستر سي سيف ينزل فين؟ الماوس والبلد الجمع في القفا هنا في النيل وده القفا. تحس ان قفاه احمر يعني جامد قوي. والكلينا نرجع بتعوره من 6 من 9 ل 12. في الميدل في المستوي بروس بيعمل باتل سايد. ايه الانفستيجيشن اللي هعملها العيان عنده سب يورال عنده بتاع ده فراكشر ديز؟ الانفستيجيشن اوف تشويس از سي تي. طب العيان ده هنعمله ايه؟ نفتحه؟ نفتح العيان ده؟ لو في اسوشيتد انجن. طب لو مفيش؟ بتكونزيرف يعني احنا بتكونزيرف العيان ولا بتاعه؟ ايوه كونزيرف. علاج الفراكشر بيز از كونزيرف ان هو بيقفل لوحده. موضوع الفراكشر بيز سهل قوي. هاتوا موضوع مين اقل كرينيال نيرف اولاد بيتعوروا في الفراكشر بيز؟ اقل كرينيال نيرف هايبر بلس ده هو 11 12. ومين تاني؟ اوبتيك. اشمعنى الاوبتيك نيرف والهايبر بلس نيرف هما اقل تو نيرفز بيتعوروا في الفراكشر بيز؟ عشان الاوبتيك نيرف جوه الاوبتيك كانال عليه بولي تانل قوي. طب هاي بجلوس سنه بيخرج بدري مهند بيقول اصل هاي بجلوس سنه بيخرج بدري. ايه رايك انت في الكلام؟ محترم هاي بجلوس سنه بيخرج بدري. طب وبقيه العالم ايه؟ ايه رايكم؟ ايه؟ يعني ايه بيخرج بدري؟ انا ما اعرفش ما انا عشان كده ما علقتش. قال لي بيخرج بدري وطلع. قول يا دكتور مش سامعك. ايه؟ بروتكتد باي بروسس. شاطره. هو ماشي جوه بوني تانيل هو كمان يعني حواليه عظم ناشف زي الاوبتيك نيرف بالظبط. يبقى هما الاثنين بروتكتد باي بوني تانيل. خلاص؟ عشان كده هما اقل اثنين نيرف بيتعوروا لو قلت لها بجلوس النعم. هو المفروض ان انا الفراكشر بيز ستابل زي التبع اللي لو في اسوشيتد ده وزن مش اسوشيتد. الديوره لما بتقطع وبتنزل السي اس اف بتاخد العلاج بتقفل وقتها. سب كونجكتيفال هيمج هتجيله تقفل ما تجيش تقفل. عملت ايه؟ هاتوا بقى موضوع ايه؟ سكالب. سكالب ومسكين المدو. ما احنا ناخد الحبيب ساكن. احنا ناخد ايه؟ ما تلاقيش. انت قاعده ولا لا؟ لا انا قاعده. لسه قدامنا السكالب والفراكشر سباين والديسك برولابس. ده النهارده ولا بعدين يجي دكتور المرض يعمل ايه بقى؟ تاني؟ لو ربنا يستر. هو الاسكالب يا اولاد كام طبقة؟ ستة. خمسة.
سكين السكين بيحصل تحتيها هيمورج او نيروز بيحصل تحتيها هيمورج البنيوسيا بيحصل تحتيها هيمورج يعني عندي سب كوتينيوس هيماتوما سب او نيوروتيك هيماتوما وكيفال هيماتوما او سب ليوسيا هيماتوما ثلاث هيماتوما طيب واولاد السب كوتينيوس هيماتوما دي بيقولوا عليها الأوزة الأوزة تحت الجلد كده الأوزة دي تحت الجلد تتحرك لو فيه هيماتوما تحت الجلد تتحرك اه ولا لا تتحرك مع الجلد اهي تتحرك على العظم طب السبري اوستيا الهيماتوما بتبقى ديفيوز ديفيوز برضه بتتحرك على العظم لانها بره العظم بتتحرك على العظم وما السبري اوستيا السبري اوستيا الهيماتوما دي تحت البريوستيا يبقى بتتحرك على العظم ولا ثابته في العظم ثابته في العظم الاثنين دول اللي بيتحرك عليه ده الفرق بين الثلاثه سبكوتينيا هيماتوما بتتحرك هي والجلد على العظم السبقة باليوروتيك هيماتوما بتتحرك هي والجلد على العظم طب والصبري اوستيال او كيفال هيماتوما ما بتتحركش دي ثابته لازقه في العظم طب سؤال يا اولاد هي الكيفال هيماتوما دي الكيفال هيماتوما اللي هي السبري اوستيال هيماتوما ديفيوز ولا ليميتد مش هي تحت البريوسيا فكل عظمه في الجمجمه ليها بريوسيا خاص بيها هتلاقيها ايه لحد السوتشر ليميتد بالسوتشر لاين طب والسبعه بنيوراتيك هيماتوما ديفيوز ده قبل العين بتنزل على الابر اي ليد كده ولا بتقفل هتعمل بلاك اي تعمل ايه؟ بلاك اي لانها بتبقى ديفيوز هو الامنيوروز ده ماسك فين يا ولاد؟ الامنيوروز ماسك فين؟ في العظم ولا في الاي براو؟ الامنيوروز في العظم ولا في الاي براو؟ ها؟ في الاي براو ماسك في الاي براو هتلاقي البليدنج ماشي 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 وراح قفل الابر اي ليد فتعمل سايد اسمها بلاك اي يبقى الكفاله هيماتوما ليميتد سوتشر لاين السبق ابو نيوروتيك ديفيوز تقفل الابر اي ليد طب والسبكوتينيوس دي بتبقى الاوزه صغنطوطه كده تحت الجلد وخلاص طيب هنا بقى في نقطه مهمه هو ايه الديفرنشال دايجنوزز ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاع الكفال هيماتوما هو الكفال هيماتوما بتحصل ليه ملوش بس الكفال هيماتوما بتحصل ليه بس في الاطفال اصلا الكفال هيماتوما في الاطفال بيرس انجري ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه الشفاط ده اللي هو بنتوز ده بيعمل ايه كابوت كابوت ساكسيدينيا خدتهم في الاطفال يا ولد صح انتوا معايا ولا ايه صح؟ خير يعني حاجة بس كده معايا كده بوقين يبقى ده انت تاخد الدرس اللاترال فيو ده مفهوم تمام احنا بنقول الكفال هيماتوما ديفرنشال دايجنوزز كابوت ساكسيدينيا وحاجه غريبه يا اولاد بقى اللي هي ايه لوكالايز ديبريسد فراكشن حاجه غريبه قوي ايه علاقه الكفال هيماتوما باللوكالايز ديبريسد فراكشن يعني ايه وقت الشرح ده حاجه غريبه صح ولا انا الوحيد اللي مستغرب ولا ايه مش هيك مستغربين خالص
يعني مش حاجة تسير الدهشة. لا بس مش ممكن ده بيه اللي بره ده بيه يعني الفرس ده بيطلع دم من بره جوه. ثم اللي حواليه كاري قول انا ما احط ايده مش لاقي اعض كلينيك اللي قوم العيل هتقول ايه احط ايده مش لاقي اعض احط ايده مش لاقي اعض ده فين في انهي كفايه يبطومه وفي ال وفي ال في الكلاس ده بريز ديفراكشن لو حصل فيه سوالم وإديمة هيبقى الفكره ان انا حاسس السوفت تيشو فوق فوق البوس ثم ثم اللي حواليه والله يا مهند انا مش قادر افهم انت بتقول ايه الحقيقه اعتقد ان العيال اصحابك دول برضه مش فاهمين حد عنده تفسير يا ولاد يعني ليه اللوكالايز ريسك فاكتور ديفرنشال دايجنوستس الكتالي متونه حاجه غريبه ممكن فورس الهيماتوما بيتجمع على الاطراف فبيخلي الاطراف ناشفه قوي الفايبرين بيتجمع على الاطراف فخليها ناشفه قوي زي اللوكالايزد ديبريست فراكشر حط ايدك في النص تلاقيها طريه وحروف العظم ناشفه نفس الفكره كيف الهيماتوما الفايبرين ناشف على الاطراف وفي النص صفر يبقى انت لو حطيت ايدك على الاثنين يبقوا شبه بعض قوي localized depressed fracture لأن حروف العظم ناشفة وفي النص صفت الكفال الهيماتوما الفايبرين على الأطراف ناشف وفي النص صفت يبقى ده differential diagnosis غريب جدا بس مهم جدا فهمتوها لا؟ فهمتوها لا؟ طب قولوا لي آه قولوا لي لا يعني قولوا لي يعرضوا عليا بس أنا في الهيستوري آه ولا لا؟ لا فهمتوها صح؟ هو دلوقتي واحد عنده واحد عنده هيماتوما الهيماتوما دي الفايبرين بيبقى في نص الهيماتوما ولا بيبقى هنا على الاطراف اطراف بيترسب على الاطراف فاجي احط ايدي على الاطراف الاقيها ناشفه طب اللوكالايز ديبريست فراكشر حته اتكسرت من العظمه ورشقت في البرين الاطراف ناشفه وفي النص صفر يبقى هما الاثنين في نفس الدرجه بعض ولا لا حاجات من غير ما يقول لي الاسئله ترى شامل حاجه اه ما هيبقى في حدود حتى الضوء دي بريست صوت مقارنه ده من الاطراف بس بنقول بريست بس احنا في الصوره كده لا لا بتدوسي عليها بتنزل زي السوفت تيشو اللي في نص اللوكالايز بريست مش عليه بيبقى داخل الضوء نفس القصه حروف ناشفه وفي النص صوت حروف ناشفه وفي النص صوت هو ده اللي بيخليهم يتلخبطوا مع بعض. دكتور دكتور هو الفايبرين بيعمل شبكه والشبكه دي بتحب البريفري فيها الانزيمز بقى مش عايز اخش في فيزيولوجي بيزقوا الفايبرين كده على الخلايا بتيجي على الاطراف وتقوم رصاه بشكل معين كده فتحط الفايبرين على الاطراف ده بشكل سيمبل يعني. دلوقتي الاسكالب يا ولاد لو مقطوع عايزين الخياط الحته دي مهمه انت خدت الاسكالب ازاي؟ جوه الورقه سعيد الخياط كليه لوحدها ازاي؟ ازاي؟ واحد اولاد جاي لكم الاستقبال مفتوح قولوا لي انتوا مش هتعملوا ايه؟ المفروض ان انا هحلق الشعر حوالين المكان هنضف كويس هحط بنج زي الكين انترادرمال حوالين المكان ده لكن ان مفيش فورم بادي جوه هغسل مره سلايم مره بتاديل وبعدين مره سلايم هنضف وبعدين هخيط في كاتنج نيدل يفضل سفر ما زيت
طبعا كل اللي انت قلته ده كلام مظبوط، لكن في خطوه مهمه لو ما عملتهاش كل اللي انت عملته ده باظ. ايه هي؟ طبعا انا هعمل سيتي هال الاول. ليه؟ عشان نخيط. انا استنى بس، هنعمل سيتي هال الاول ليكون في اسوشيتد انجكشن، ليكون العيان ده مقطوع عنده ميدل مينينجال ارتري واغمى عليه وجالي بعد ما فاق وهيغمى عليه تاني اللي هو اليوس الكتاب. فانا دلوقتي لازم اساله اقول له اغمى عليك ساعه الخطه ولا لا؟ ادي اول سؤال. قال لك لا ما اغمش عليا يبقى العيان ده مش هيخش في اليوس الكتاب. لو قال لك اغمى عليا يبقى هو اغمى عليه وفاق تاني، يبقى احتمال يغمى عليه تاني لان الميدل مينينجال ارتري مقطوع زي ما قلنا في اليوس الكتاب. طيب انا هعمل له ايه؟ هعمل له سيتي هاي اللي هيكون فيه اسوشيتد انجكشن. وبعدين هبتدي اعمل ايه بقى ولاد في الاسكان؟ تخيط؟ تخيطه ازاي؟ زي ما انت قلت. بس خلي بالك بقى في نقطه مهمه، طبعا انا بحلق له ضربات. وبعدين بعمل خطوه مهمه جدا. الجرح ده اما ينزل فانا بمسك الفرده دي كده واكنيها لبره، والفرده الثانيه واكنيها لبره. يعني اعمل ايه في الحتتين بتوع الجلد اللي هنا واللي هنا اللي بينهم جامد؟ اعملهم ايفرجن لبره كده، اقلبهم لبره. يعني بعمل ايه؟ كينكينج اوف ذا بلاد فيسلز. بعمل ايه؟ كينكينج للبلاد فيسلز. بتني الجلد لبره وبتني الجلد لبره بمقصين كده، فيعمل كينكينج للبلاد فيسلز. وبعدين بقى انظف الجرح، وبعدين احط بقى البيتادين، وبعدين احط الزيلوكين، واخد بالك؟ وبعدين ابتدي اخيط. بتخيط ازاي؟ بتخيط الأهونيروزز بيقولوا عليها الجالية أهونيروتيكا أو الأهونيروز. بخيط الجالية في الجالية بقربهم لبعض وخياطهم، والسكين بقربهم لبعض وخياطهم. بخيط طبقة طبقة. الحقيقة ده الكتاب بيقول كده، لكن احنا بنعمل ايه بقى أولاد؟ بنقوم جايبين الطبقات كلها وحاطين الغرزة وغزينها كلها مع بعض وان لير طبقة. لكن الكتاب بيقول خيط الجالية في الجالية والسكين في السكين. وبينحموا بيبقوا 100 فل و14 100 100 مش مشكلة. كده بقى بنحط لكم ايه؟ هاتوا فراكشر ستايل. او هايبر فليكشن مع روتيشن او فيرتيكال كومبريشن. يعني ايه هايبر فليكشن؟ هايبر فليكشن واحد سايق العربية سايق بسرعة جدا وبعدين لقى تريلا او كده عامل ايه؟ لا ده غرزة لا عربية ركبة لا عربية تانية قدامه فعمل ايه؟ لا غرزة اخلص بقى العمر قصير لا في حرب تانية فعمل ايه بقى؟ لا ما خدش راح داس فرامل. بص اول ما داس فرامل ايه اللي حصل؟ ويبلاش راسه طلع قدام كده وهترجع لورا كرباج هايبر فليكشن. الهايبر فليكشن ده ممكن يعمل ايه في السباين؟ ركب يطرق على دي يقول عليها ويب لاش انجري حركة الكرباج ويب لاش انجري. دي حاجة خطرة او لا؟ ليه خطرة ليه؟ سبايل عشان كسرت السبايل يا راجل عشان
عشان سيرفايكال ممكن كمان تبقى كوفيد. ممكن تضرب ايه السباينال كورد تقطعه نصين كويس. ممكن الخير ممكن اشرحها. هايبر فليكشن اند روتيشن. يعني ايه هايبر فليكشن اند روتيشن؟ يعني عارفين المصطلح؟ واحد واحد ستيفن سيجال راح كسر له راسه كده. ده هايبر فليكشن روتيشن. ممكن فيرتيكال كومبريشن. ايه الفيرتيكال كومبريشن ده؟ الشخص الراجل اللي كان قاعد في البلكونه لا لما رد الجهاز قال لك انا اسود وراح ناطط ممكن ينزل كده عدل الويفز مشيت 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 في الفرتيبري بس ما وصلتش البيز اوف سكال راح مطلعه ايه فيرتيبراي او لما جه نط نط بدماغه نازل كده بدماغه نفس القصه يبقى ينزل عدل ينزل مقلوب الاثنين واحد ده اللي هو الايه فيرتيكال كومبريشن. يعني ايه هايبر اكستنشن؟ ايه هايبر اكستنشن؟ يعني ازاي واحد يعمل هايبر اكستنشن؟ عارفين اولاد الناس اللي هم بينطوا في حمامات السباحه؟ واحد واقف على البتاع اللي هي الخشبه اللي فوق اللي هو بيعمل كده وناطط كده في البسين صح؟ عاشق في الخشب عاشق معايا وبعدين ايه في ليه؟ من السقالة أصلا السقالة؟ من البتاع هم هو نط في حمام السباحة ايه اللي حصل؟ لقى المية قليلة شوية الله فقام نزل وراح ايه؟ هوب راح عارف بالظبط اقول لك مثال احلى اللي بينط في طشت عارف طشت؟ هو ده دي ولا شالو؟ شالو شالو فهو قبل ما نزل كده راح ايه؟ راح طالع مرة واحدة خدتوا بالكم من الهايبر اكستنشن؟ بتكسر السباين وصل يبقى في هايبر فليكشن في هايبر فليكشن روتيشن في فيرتيكال كومبريشن في هايبر اكستنشن. ممكن اولاد الفراكشر يحصل مش نتيجه تروما بقى اذا ينفع يا مهند يبقى ما فيش تروما فراكشر من التروما يبقى باثولوجيكال باثولوجيكال فراكشر يعني ممكن يكون يا اما تروما يا اما باثولوجيكال فراكشر. حلو الكلام؟ انواع الفراكشر ممكن نقسم الفراكشر على حسب ايه؟ حسب شكله وحسب الاستابيليتي بتاعه. يعني ايه حسب شكله يا اولاد؟ انتوا عندكم الفرتيبري بتبقى عامله كده فممكن اللي وقع فالفرتيبري اتكسرت ممكن مش لازم تكون اتكسرت ممكن تكون عامل كده وصل ده يقولوا عليه ايه؟ ويدج ويدج فراكشن يعني الفرتيبري مش مستطيله زي الشكل العادي بتاعها لا بيطبقي كده يقولوا عليه ويدج فراكشن. او في نوع تاني اللي هو الديسلوكيشن الفرتيبري سليمه بس حصل فيها ديسلوكيشن اتحركت من مكانها. في نوع تالت ممكن يكون فراكشن وديسلوكيشن مالكو فيرتيبري بقت فراكشر وديسلوكيتد الاثنين مع بعض. في حاجه اسمها كومنيوتد فراكشر بس انها اتدغدغت مليون حته الفيرتيبري اتكسرت خالص يبقى ممكن يكون شكل الفراكشر حسب شكله ممكن يبقى ويدج او فراكشر ديسلوكيشن او ديسلوكيشن بس من غير فراكشر العظمه سليمه بس اتحركت من مكانها. ممكن تبقى بيرسل او كومنيوتد ان هي خلاص اتكسرت بقت كيس عظم او افالجن للسباين السباين ده انفصل عن ذا سباين نورمال وده ترانسفيرس بروسس او السباين هو اللي اتكسر ده اسمه افالجن فراكشر للترانزفيرس او السباينس بروسس. يعني انا ممكن اقسم الفراكشر سباين على حسب شكله للاشكال دي اللي انتم شفتوها اللي هي ويدج فراكشر او ديسلوكيشن او فراكشر مع ديسلوكيشن او
افالجن فراكشر او كومنيوتد او بيرسل فراكشر. بنقسم الفراكشر برضه اولاد على حسب الاستابيليتي بتاعه. في فراكشر ستيبل، في فراكشر مش ستيبل. يعني ايه ستيبل اولاد؟ يعني في ريسك يكسر العظم. شو تعرفين الفرتيبي يعمل كده؟ وادي اللي تحتيها، وادي الترانسفيرس بروسس، وادي اللي فوقيها، وادي الترانسفيرس بروسس. عندنا اولاد اللي ماسك الفرتيبري ده ثلاثه سيستم من الليجمنت، في انتيريور لونجيتيودنال ليجمنت، واحد زيه من ورا ستيريو، ستيريو، وفي انترسباينس. يبقى الفرتيبري ماسكه بعضيها بكام سيستم؟ ثلاثه سيستم. لو اتقطع سيستم واحد فيهم ما يحصلش حاجه، لكن لو اتقطع اثنين سيستم يحصل ديسلوكيشن وانستابيليتي. يبقى ايه اللي بيخلي الفراكشر ستيبل او مش ستيبل؟ كام سيستم اتقطع؟ لو سيستم واحد اتقطع عادي الفرتيبري تفضل في مكانها ما يحصلش انستابيليتي، لكن لو اتقطع تو سيستم خلاص يبقى في unstable fracture. طبعا مين الاخطر اولاد؟ unstable اكيد. unstable ليه؟ الفرتيبري لما بتتحرك من مكانها ممكن تعور الايه؟ يا الروتس يا تعور السباينال كورد نفسه. يبقى انت عندك stable fracture و unstable fracture، ودوت بيعتمد على ان الستيبل فراكشر دايما بيبقى فيه انتكت بوستيريور ليجمنت، لكن البوستيريور ليجمنت لما بيتقطع عاده بيقطع مع سيستم تاني. يعني الفكره في البوستيريور، البوستيريور ده هو مربط الفرس، البوستيريور لونجيتيودن ليجمنت لو اتقطع غالبا بيقطع سيستم تاني معاه، لكن لو هو سليم غالبا بيبقى ايه؟ سيستم واحد بس اللي اتقطع اللي بس ستيبل فراكشر. في ليبر ده موارد. يبقى كده اولاد انا فهمت ازاي بيحصل فراكشر سباين اللي انا قلت لك عليها هايبر فليكشن، هايبر اكستنشن، فليكشن وروتيشن وفيرتيكال كومبريشن. بنقسم الفراكشر سباين ازاي؟ بطريقتين، على حسب شكله اللي هو الويدج فراكشر والديسلوكيشن والفراكشر ديسلوكيشن والبيرست فراكشر والافالجن فراكشر. وبنقسم على حسب الاستابيليتي الستيبل والانستيبل. مين اولاد مربط الفرس؟ البوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت. غالبا ده لو اتقطع بياخد سيستم تاني معاه. طيب بقى انستيبل فراكشن. طب لما تقطعش غالبا بيبقى ستيبل فراكشن. طبعا النيورولوجيكال ديفيسيت اولاد على حسب اللي فيه عندكم جدول بيقول لك كل ليفل ايه اللي بيحصل عنده. طبعا اولاد انتوا هتحفظوا بقى الجدول ده وربنا معاكم. اظن الجدول ده زي الجدول اللي موجود عندكم في البطن بتاعي. صح؟ شنو الجدول ده في البطن ولا لا؟ لا مش انسكيو يعني هتحفظيه. هو بص هو عمره ما نزل، هو عمره ما نزل يعني بيجي انسفلات على طول، بس لو نزل خلاص. يا لو بيقولوا لي كلينيكال بيكتشر بتاعت واحد عنده فراكشر سباين هيستوري اوف تروما او هيستوري اوف باثولوجي في العضل. تمام. طيب تيجي تفحص العيان ده هتلاقي عنده السباين في فراكشر ادي واحد، وكمان هتلاقي اذر انجريز. ممكن تلاقي مثلا لو واحد واقع من فوق هتلاقي عنده انجريز في اماكن ثانيه زي سكال شيست الليبس. صح كده؟ طيب دلوقتي واحد عنده فراكشر سباين يا اولاد، انت اول حاجه تيجي في دماغك ايه وانت جاي هتمسك العيان ده هتقرب له؟ اول حاجه تعملها ايه؟ اوعى تعمل هايبر اكستنشن. خلي بالك يا ريت تكتبوا عليها دي مهمه قوي. نو اتمبل. خلي بالك نو اتمبل تو دي مين تو تيست فور باك موفمنت. اوعى تعمل هايبر اكستنشن لان هو لو كان ستيبل انت ممكن تخليه ان ستيبل. وصلت؟ اوعى تعمل هايبر اكستنشن للعين.
طبعا العيان دوت هيبقى عنده نيورولوجيكال مانيفيستيشن اكيد سيركل وموتور واوتونوميك ريفلكسز في الحته اللي افكت فيها. صفحه 194. سؤال يا اولاد، تفتكروا العيان ده يبقى شوك؟ سباينال كورد انجري يعمل شوك؟ يعمل نيوروجينيك شوك مش كده؟ يعني الطول بتاع المصل عالي ولا واطي؟ الطول بتاع المصل واطي. طيب والهارت ريت؟ تاكيكارديا والهايبرتنشن. عنده تاكيكارديا تمام. والبلاد فوليوم؟ البلاد فوليوم طبعا قليل. العيان ده بينزل فراكشر، عنده فراكشر وتعور البلاد فيس بتاعت السبانك كورد، ينزل ولا ما ينزلش؟ هو في الاول في الاول بيبقى غلاب بتاعه دي توصل مسافه ما فيش الاول بيبقى غلاب بتاعه. طيب الانفستيجيشن هتعملوها لعيان اولاد عنده فراكشر سباين تعملوا ايه؟ سي تي اكس ام ار اي. الانفستيجيشن اوف ذا تشويس از سي تي فولو باي ام ار اي. طب ليه بعمل ام ار اي؟ عشان نشوف السباينال كورد. طب والسي تي بيبين ايه؟ العظم. تمام برافو عليك. طب لو واحد عنده باثولوجي ده نعمل اكس راي وبول سكان. انفستيجيشن اوف ذا كوز واخلص. انفستيجيشن اوف ذا كوز. لو عنده فراكشر طب ما اعمل اكس راي ارخص. نعم؟ لو عنده فراكشر اعمل اكس راي ارخص واسرع. اكس راي ماشي بس مين الاحسن اللي يجيب لك بقى العظم كويس ويجيب لك الاسوشيتد انجري؟ والسباينال كورد يبان في الامراء. سي تي دي ام ار اي ما ده هيبان في الامراء. ده اوفر الامراء هعمل سي تي عشان العظم. ماشي بنعمل اكس راي عشان العظم اصغر. لا سي تي ام ار اي كده هيبين. يا واد السي تي احلى. ماشي ما هو غالي. الاكس غالي؟ ماشي شرط عليه. المرضى مش بيبات في الجيتس جو. تريتمنت هنعالج العيان ده ازاي يا اولاد؟ خلوا بالك يا اولاد ده العلاج بتاع العيان من كل التروماتايزد بيشن. ولكن خلي بالك بقى اول حاجه ان انا قبل ما اوديه المستشفى ثبت راسه او ثبت رقبته يعني ثبت رقبته ما اتحركهاش وثبت جسمه كله. خلوا بالك يا اولاد لما نيجي نشيل عيان عنده فراكشر ما بشيلش اللم يعني ما بشيلش من كتفه او من رجليه لا ده بيتشال على بورد 1 يونت 3 لحسن يكون الفراكشر مش معور ارتري فانت لما تحركه تقوم قطع الارتري او قطع النيرف فاهمين يا اولاد؟ فالانيشال مانجمنت دي مهمه. بيقول لك موفمنت اوف سباين ماست بي بريفنتد اوعى حركه. السطر اللي بعده السطر الثالث يقول لك حرك العيان اول ان وان بيس شفتوها؟ ان وان بيس حته واحده. طيب لو العيان عنده ستيبل فراكشر لو العيان عنده ستيبل فراكشر بص يا ولاد العيانين كلهم اللي عندهم فراكشر سباين انتوا بتعملوا حاجه واحده ايه هي؟ هي السيستم كده احنا بنعمله ريست البن بتلاقوا تلات كتير قوي من الاخر ريست البن وبنعمله لو السباين بتاع الرقبه بنركب له كولر. طب لو بتاع الشيست بنعمل له جاكيت نلبسه جاكيت بلاستر جاكيت خلاص في معادن كده تضغط على البرتيبي من ورا خلاص. طيب يبقى ريست امبيد لمده ريست امبيد لمده ريست امبيد لمده شهر ونديله انرجيزيكس وانتي بايوتيك وفيزيوثيرابي خلاص ويرجع شغله. هيسألك سؤال لما يرجع شغله بعد ايه؟ ثلاث شهور. ده السمري بتاع الكلام الكتير قوي اللي مكتوب. اذا كله علاج واحد ريست البيت نان استرويد الانتي انفلاماتوري والانتيبيوتكس وفيزيوثيرابي ونثبت بس اهم حاجه نلبسه كولر او بلاستر جاكت. ممكن يا اولاد لو عايز ستيبل ما يلبسش كولر لو عايز ستيبل لكن الانستيبل فراكشر لازم بلاستر جاكيت وكولر للنيك.
كده فاضل ايه بقى بس فورنس تعبتوا ليه طبعا ربنا معاك نيوكليس بالبوزس ايه نيوكليس بالبوزس صندوق ازاز بالهايلاين كارتج خلاص وجواه نيوكليس النيوكليس دي اسمها نيوكليس ايه بالبوزس بس عشان ما تبقاش بالبوزس طب ربنا سطرها بالصندوق اللي اسمه ايه انيولس فايبروزس طب افرض اتقطع افرض اتقطع الانيلس فالنيوكليس تبقى ايه بالبوز فتهرب بسرعه تهرب تروح على فين مقطع بيبقى ورا فتهرب لورا يا تهرب عدل كده على السباينال كورد يا تهرب على الجنبين تدخل في الروتس خلاص طيب يبقى النيوكليس البالبوزس حواليها انيولس فايبروزس جاي يتقطع وانس جاي يتقطع جراديوال لو اتقطع وانس الانيولس فايبروزس بيقولوا عليه ديسك بروليبس اكتيف ولا كرونيك امال الكرونيك يا اولاد بيحصل ازاي دي جنريتد باي ايج خلاص يبقى انواع ديسك بروليبس از اكيوت اند كرونيك طيب كلينيكال بيكتشر ايه كلينيكال بيكتشر بتاعت واحد عنده ديسك بروليبس على حسب بوستيريور لامبر ديسك بروليبس ايوه لامبر حسب بوستر لاترال هيعمل طب بوستيريور ها هيعمل فريكشن على السباينال كورد يدي موتور سنسوري اوتونوميك مانيفستيشن اول حاجه لو باك بين اول حاجه ايه لو باك بين اند نيورولوجيك مانيفستيشن اول حاجه ايه لو باك بين ذن نيورولوجيك مانيفستيشن على حسب بقى الليفل اللي هو ضغط عليه وعندكم جدول تاني جميل زي الجدول الجميل الاولاني حطوه جنبه واحفظه تعبت من كده هو شكله ده مختلف عن اجمل كده وخليه كده كده الطب صانعه الرجال اجمل سيرفايكال ديسك برولابس في جدول برضه جميل زي الجدول بتاع اللمبه زي الجدول بتاع الفلان طب ايه الانفستيجيشن اللي لازم يعملها عامل؟ خلاص ام ار اي كويس طيب يعني هنعمل سي تي وام ار اي برضو ام ار اي طبعا وممكن سي تي هي ممكن نصور السباينال كورد تصوير السباينال كورد اسمه ايه مايلو جرافي مايلو جرافي قريتها لا اي حاجه جرافي اي حاجه جرافي شاطر دوت اي كيو شاطر طيب قول لي هنعالج العياده ازاي على حسب تايب اوف بيشنت والمانيفستيشن هل هو حسب تايب اوف بيشنت والمانيفستيشن شاطر طب كل العينين انت ناوي تعمل لهم ايه في الاول؟ كونزرفتيف شاطر هنعمل له ايه؟
ريست البيت نان استرويد انفلاماتري ونيورولوجيكال سبورت. فمين العلاج بتاعنا اللي عامل ازاي؟ علاج قشره ريست البيت نان استرويد انفلاماتري انتي بايوتيك لو في انفكشن خلاص، والكولر لو محتاج كولر. الديسك بقى بنعمله عمليه. ايه بقى العمليه؟ انتوا عارفين يا ولاد ان الفرتبر من ورا فيها لامنه، عارفين شكل الفرتبر عامل كده صح؟ لو دي فرتبرايه بقطع دي اسمها ايه دي؟ لامنه. بخش بقى كده اقوم زي الايه؟ النيوكليس بالبوزس مكانها تاني. العمليه دي انا قطعت اللامنه صح؟ فيسموها ايه؟ لامينيكتومي. لما نقطع اللامنه يسموها ايه؟ لامينيكتومي. هو انا ليه قطعت اللامنه؟ عشان اخش على الديسك وازق. خدوا بالكم؟ ارجعها تاني؟ لا بقى خلاص، ممكن الزقها تاني ممكن لا، بس المهم اثبت الديسك كويس. دي اسمها يا اولاد؟ لامينيكتومي. امال يعني ايه مايكرو ديسكيكتومي؟ لو قطع النيوكليس بالبوز او النيوكليس بالبوز وحط مكانها أو دي ما بقطعش العظم، بخش باي اندوسكوب اخلص اندوسكوبك سيرج. ما بقطعش العظم، بخش بالايه؟ بالاندوسكوب. عايزين بريك بقى ولا ايه؟